احيانا وانت ماشي في الشارع كده تلاقي مناظر واشكال غريبه جدا تلفت نظرك. يعني مثلا وانت ماشي في الشارع تلاقي باب كده ومتعلق عليه كيس اسود وما تبقاش فاهم ايه اللي خلى الكيس يتعلق على الباب. احيانا تاني تبقى ماشي وتمشي شويه وبعدين تلاقي باب تاني متعلق عليه كده فرده حذاء بحبل كده ومحطوطه في نص الباب. ايه الموضوع؟ بعدين تلاقي ان الناس نفسها في لبسها بتلبس حاجات معينه بهدف معين. يعني تلاقي ناس مركزة أو في اللون الأزرق ويلبس خرزة زرقة كده هو بيتعامل مع الناس وفي وسط ناس كتير وزحمة. وانت ماشي في الشارع وتلاقي على العربيات مكتوب كده خصوصا في مصر: عين الحسود فيها عود، العين صابتني ورب العرش نجاني. ايه الحكاية؟ موضوع الحسد، موضوع الحسد موجود في الكتاب المقدس ولا مش موجود؟ هو ربنا قال ان في حسد؟ طب الحسد زي ما احنا فاهمينه؟ احنا فاهمين بالذات من الأجيال اللي قبلنا إنه الحسد هو عبارة عن حد مثلاً يجي يزورك وبعدين يبص كده في الولاد ويقعد شوية وبعدين يمشي، تاني يوم نلاقي العيل سخن أو تعب أو حصلت مشكلة في البيت، أو واحد يتكلم معانا شوية وبعدين بعد ما يمشي نلاقي نفسنا بنتخانق، فتبص تلاقي الناس في البيت يقولوا فلان ما احنا عارفين فلان أصل عينيه مدورة. إيه حكاية الحسد؟ وهل الكتاب المقدس فسر الحكايات دي وقال لنا إيه موضوع الحسد؟ تعالوا نشوف مع بعض النهاردة في حلقتنا عن الحسد. حسدت قبل كده؟ أكيد بجد جربت الموضوع؟ الكتاب المقدس بيكلمنا عن موضوع الحسد ده مش كده؟ نعم. يعني بيقول مثلا عن يوسف إن إخواته حسدوه. صحيح. يتقال عن المسيح نفسه أسلموه حسدا. موجود آية في الكتاب: لا تحسد أهل الشر. أي اللفظ ده موجود في الكتاب، هل هو نفس المفهوم اللي احنا فاهمينه دلوقتي بمعنى الحسد ولا الحسد في الكتاب ليه معنى تاني؟ الحقيقة الحسد في الكتاب بيجي من أعمال الجسد. بولس الرسول بيكتب للمؤمنين في غلاطي عن أعمال الجسد، ولما نقول أعمال الجسد ده يعني مش أعمال الروح القدس. فأعمال الجسد، الجسد يقصد بيها الطبيعة القديمة اللي ورثناها من أبونا آدم. تمام. إيه أعمال الجسد؟ طبعا أعمال الجسد غير ثمر الروح. أعمال الجسد يقول 17 حاجة، 17 مصيبة يسموها القائمة السوداء، وتنقسم إلى 3 أقسام: 6 و2 و9. يقول كده أعمال الجسد ظاهرة: زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، كمان سكر وبطر. دول 6 مصايب الإنسان بيوجههم لجسده لنفسه. كمان فيه 2 تاني: عبادة الأوثان والسحر. دول خطايا ضد الله. تمام. بعد كده خطايا ضد الآخرين. يقول عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل. تمام. فالحسد الحقيقة إذا كان الغيرة الواحد يشوف خير القريب ويتمنى نواله، فالحسد يشوف خير القريب ويتمنى زواله، وكمان زواله هو شخصيا مش زوال الخير. فالحقيقة الحسد زي ما بنفهم من الكتاب شعور رديء داخل القلب يصيب الإنسان بالحزن لما أشوف الآخرين ناجحين ومتفوقين أو مختلف عني، يعني أفضل بأي شكل، مميز عني. تمام. مميز عني. فشعور رديء، وطبعا مش من المحبة، لأن من أعمال المحبة المحبة لا تحسد. طيب لكن أنا فهمت من حضرتك أن الحسد أعمق شوية وأصعب شوية من الغيرة. أكيد. والغيرة ممكن تبقى بداية لبعد كده توصل للحسد مش كده؟ الغيرة يعني تقود الغيرة تقود للحسد. تقود للحسد. والحسد بالنسبة لي مش زي ما احنا فاهمينه، الحسد أنه أنا عايز زوال الحاجة اللي غيظاني في فلان. صحيح. أو فلان نفسه. يعني مش بس زوالها، وأنا كمان ما يتملكني الحسد وينقلب لبغضة، مش بس زوال الخير، لزوال الشخص نفسه، مش عايز أشوفه في وشي، لأن الكتاب يقول من يقف قدام الحسد والحسد بيقود إلى الموت. وممكن الواحد يحسد أخوه، يعني قايين لما شاف هابيل مبسوط وربنا رضى عنه قام قايين على أخيه هابيل وقتله. ورحيل وليئة، يعني رحيل شايفة لايا عندها ولاد، راحت ليعقوب قالت له هب لي بنين وإلا فأنا أموت، يعني أنتحر. فالحسد بيقود للقتل. ودي أعمال الجسد. لكن هو كده برضو الحسد ده زاوية تاني غير الناس فهمها،
أكيد. إنه مثلا حد يزورني ويلاقيني في صحة كويسة وبتاع، أو ولادي ناجحين، فبمجرد ما يزورني ويمشي ألاقي حصلت حاجة في العيال، ده مش حسد. إحنا نؤمن بالحسد اللي قلنا المفهوم بتاعه، تمام. لكن لا نؤمن بالعين اللي بتفلق الحجر. مش هو ده يعني الحسد بمفهوم الكتاب المقدس؟ ده حاجات مش كتابية. يعني مثلا عندك حاجة حلوة، حد ادها عين، الكوباية اتكسرت، الصينية اتدشدشت، لا، الحاجات دي مش كتابية، حاجات ومش ده الحسد خالص، مش هو ده الحسد. والحسد ما يضرش الشخص، المقصود مش الحسد بقى، قصدي فكرة ان واحد مش عارف عينيه مدورة والحاجات دي ما تأذينيش. تأذي الحاسد، ما احنا عندنا حاسد ومحسود. تمام. الحسد ده شر وخطية بيأذي صاحبه، لكن المحسود ده مش هيجرى له حاجة. لكن الحسد يقود للشر، يعني اخوات يوسف حسدوه ومش وقفوا لغاية كده، لا، ده رموه في البير والشويتين باعوه. فالحسد بعد كده من نتائجه الشر. بيخليني أعمل أفعال مؤذية. بس حضرتك قلت إن بيضر الحاسد. بيضر الحاسد. إزاي بقى؟ دي خطية وشر بيعمله الحاسد، بيعمل خطية، وأجرة الخطية موت، الخطية لها عقاب. فالشخص الحاسد طبعا في أضرار ليه، أضرار نفسية طبعا، يعني بيحس إنه أقل طول الوقت، ومحتاج شاعر بصغر النفس، ومش قادر يتمتع باللي عنده. أضرار جسمية، يعني لما يبقى نفسيا تعبان جسمه يتعب. في آية في الكتاب بتقول حياة الجسد هدوء القلب، حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. يعني الشخص اللي دايما بيحسد بيأكل في نفسه، في الجسم. ففي أضرار طبعا، أضرار نفسية، أضرار صحية، أضرار روحية، تعطل خدمته، تعطل شهادته، يبطل يخدم، ولو خدم تبقى خدمته بلا فاعلية وبلا تأثير. يعني فهمنا برضو في جزء من الحلقة أنه الحسد في الكتاب مختلف شوية عن اللي احنا فاهمينه عن موضوع الحسد. فإيه رأيك في قصة الحسد دي عموما؟ يعني الحسد من الحاجات المنتشرة جدا في مجتمعنا طبعا، معروفة. يعني الحسد ده موجود، الكتاب كمان اتكلم عنه. فهو موجود وسط الناس، تمام، والكتاب اتكلم عنه. بس ايه هو والافكار الناس عنه ايه؟ اعتقد ده اللي مفروض ان هو يتفهم. اعتقد كلنا عارفين بسهولة من الكتاب نستنتج ان الحسد هو رغبة في كيان شخص لإزالة ما عند الغير من خيرات، او حتى لإزالة الغير نفسه. يعني ما عندوش مانع انه كده ببساطة. بالضبط كده. يعني انا عايز عندك ابن انا بحسده، ده المفهوم اللي موجود. يعني انا الولد ده ممكن اذيه، انا بحسدك انت، اذيه بالفعل ولا بنظرة عين وبكلمة وحاجات كده، ده المفهوم اللي يعني دي رغبة. انا قلت هو رغبة. دي رغبة، انا عندي رغبة عايز ان العلد ده ما عنديش زيه فعايزه يتاذي، ما عنديش زي اللي عندك فعايز اللي عندك يتشال منك. انا عايز كده. فحسن هي رغبة في كيان الإنسان لإزالة ما عند الآخر، أو حتى لإزالة الآخر. هي فقط رغبة؟ هي رغبة، تمام، مش أكتر من كده. لكن هو مرتبط بحاجتين، مرتبط بمفاهيم اجتماعية، وطبعا فيها جزء كبير أو من غلط. إن طول ما أنا بصيت للحاجة اللي عندك وأنا متغاظ منها فأنا هأذيها أو هأذيك. عندك عربية وانا بحسدك او بحسد العربيه دي، يبقى انا ممكن ابص لها ابوظها مثلا. في كلام زي كده، فهو مرتبط بكثير من المفاهيم الخاطئه، ان نظره العين مؤذيه. المفهوم الخاطئ الاساسي، ان رغبه الشخص اللي بيحسد دي رغبه مؤذيه. وطبعا عندنا ايات ممكن لو خدناها غلط ممكن تقول يعني زي ايه مثلا؟ زي من يقف قدام الحسد مثلا. في ايه بتقول من يقف قدام الحسد، سفر الامثال. يعني الحسد ده ممكن يؤذي، ده اللي احنا هنقوله بعد شويه. الحاجه الثانيه هي يعني يمكن احنا عارفين ان الناس اللي بيعتقدوا في الحسد بيدوروا على وسائل الحمايه من الحسد. وبالتالي هي وسيله شيطانيه في للتاثير على مفاهيم الناس، عشان يعيشهم في جو نفسي معين ويتعاملوا معاه. تمام. فهي واحده من الوسائل الشيطانيه، كأنها فخ بيحطه عشان يجذبهم للتعامل معاه الشيطان. من ضمن الحاجات من ضمن الحاجات اللي حاصله ان الناس اللي بيعتقدوا في الحسد بيدوروا على وسائل تحميهم. والوسائل دي فيها جزء زي ما يمكن يجي الكلام للتعامل مع الشيطان. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد.
طب ايه رأي حضرتك في المؤمن بالحسد بحسب المجتمع اللي حوالينا؟ فبيلبس بقى خرزة زرقاء ومش عارف بيعمل ايه وما يقابلش الناس اللي خايف من عينيهم وحاجات زي كده. هل الافعال دي نعتبرها انه بيحترز من القصة ولا ممكن تبقى الافعال دي اخطر من كده شوية؟ هي طبعا مش افعال احترازية لكن افعال غير كتابية. المؤمن ما بيخافش من اي عين، وإلا الناس بتوع العين دول كانوا قضوا على الناجحين والمتفوقين، فريق مثلا بيفوز يشوف عمارة تقع نجيب الناس اللي بيحسدوا يحسدوا الأعداء ننتصر عليهم. لا يعني ممكن تقود لأعمال شيطانية. نحن طبعا احنا مش بنخاف من المؤمن الحقيقي، ما بيخافش من الحسد. يعني ممكن عشان يحترز منهم يوصل لدرجة انه يتعامل مع الشياطين؟ ممكن. الموضوع خطير، مش قصة ممكن تقود للسحر والحسد والأعمال الشريرة، لكن المؤمن ما يخافش أبدا من، ما فيش حاجة في الكتاب المقدس اسمه عينه بتحسد. لكن نتائج الحسد ممكن يمد إيده يمد لسانه الشر اللي بيعمله. وعشان كده بنصلي من أجل الناس دول اللي بيحسدوا، ده خطية وده شر، والمفروض المؤمن ما يغلبوش الشر، لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. الرب يسوع الناس دول أسلموهم حسدا، لكن أول عبارة قالها على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فالمؤمن الحقيقي ما يتغلبش من الحسد لكن يصلي من أجل الآخرين عشان الرب يشفيهم من هذا الداء. طب برضو بنسمع عن قصص بنحس أنها تميل أكثر للفكرة بتاعت الحسد اللي هي المفهوم الغلط. يعني مثلا في ناس تحكي لنا كتير انه مش عارف فلانه دي اول ما تيجي تزورنا تاني يوم الاقي الولد سخن. مظبوط. واتكررت مرتين ثلاثه معاه، فهي بقت مقتنعه ان الحسد هو مجرد زياره فلانه ونظرتها للولد عملت كده، او مش عارف مين بص لي وقال لي كلمتين والعربيه عجباه وبتاع بعدها بشويه لقيت نفسي بغبط في كذا والجزازه اتكسرت مثلا. المواقف دي بتاكد فكره انه النظره بتاذي. مظبوط. طب ايه راي حضرتك في حاجه زي كده؟ في حاجتين. الحاجه الاولى ان الصدفه بتلعب دور كبير. الصدفه بتلعب دور كبير. الحاجه الثانيه اللي تخلي الفكر ده يلزق فينا ان السلبيات تلتصق بالذهن البشري. بمعنى ان الحاجه السلبيه هي اللي دايما حصل في اليوم ده في الاسبوع ده حاجات كتير قوي. مش دي الحاجه الوحيده. بس دي اللي لزقت ما طلعتش. وده الذهن البشري كده. يعني اقول لحضرتك على حاجه، يمكن حضرتك عارف ان في اكرامات الهيه كتيره لينا، مش كده؟ طبعا بنشكر على جدي من الإيجابيات. بنتذكر جدي من الإيجابيات فبنشكر عليها، وبنحس جدي بالسلبيات ونعاتب ربنا عليها. لو تاخد بالك تلاقي الشكوى أكتر بالضبط كده، السلبيات بتلزق. طب ده مرتبط بحاجة في النفس البشرية؟ مرتبط بالنفس، يعني ده جزء من تركيبة النفس البشرية أن السلبيات تلتصق بالإنسان. طبعا بيعوز نوع من الصحو في معاملات الإنسان مع الله، لكن دي خاصية موجودة في الإنسان. السلبيات تلتصق بذهن الإنسان. السلبيات تلتصق بذهن الإنسان. فحاجة حصلت لا فلان ده، وبعدين بتبقى عادة بقى، عادة يعني خلاص ربطنا ده حصلت مرة. عندي لو حصلت مرة تانية لا دي نسجت خالص كده وتأكدت هذه الحقيقة أن فلان ده عينه تفلق الحجر. أنت بتسمع عن المثل ده. يعني فلان ده عينه ليه حصلت مره معايا دخل وحصل عندي كذا، بص للحاجه الفلانيه قال لي الله دي حلوه وراحت بايظه، شم الطبيخ ده اكل كويس وراح مكبوب. يعني حاجات بسيطه بتعمل كده اهو. فاعتقد دي كلها حاجات. طب نقدر نقول ان الشيطان ورا الاحداث اللي بتتكرر دي عشان ياكد الفكره، ولا مش للدرجه دي سلطته؟ لا اعتقد انه وراها بنسبه كبيره هي ورا فكر الناس انه يفكر بالشكل ده. يعني احنا عارفين ان ملعب الشيطان الفكر. مع الانسان هو الذهن. مش كده؟ فهو دايما بيجيب الافكار السلبيه ويقنعني بالافكار السلبيه عن الله، ويجيب الافكار السلبيه ويجيب للمعتقدات جزء من سيطره الشيطان على الانسان. المعتقدات الخاطئه زي التفاؤل والتشاؤم والحسد والحاجات اللي زي كده. طيب حضرتك بالنسبه ليوسف واخواته انهم اسلموه حسدا او حسدوه واذوه، طب ما هذا الحسد بيأذي برضه المحسود. يعني يوسف ما ضرش من عين اخواته او من كلام اخواته. لكن اللي ضر يوسف أعمال الحسد. يعني الحسد حركت القلوب من جوه أنه يرموه في البير. بدأ يتأذي بقى ده شر بقى، يرموه في البير شويتين يبعوه للإسماعيليين. فالحاسد بقى من نتائج الحسد ممكن الشخص يعمل شر، ممكن يأذي، ممكن يقتل. يعني المحسود ممكن يتأذي من أفعال الحاسد لكن مش من نظرته
ولا انه بيفكر في حاجه لاذيته او كده. اكيد هيتاذي بس من افعال من اعمال الاعمال الناتجه عن الحسد جوه القلب يخليه يبتدي يعمل يمد ايده يقتل يتلفظ بالفاظ وهكذا. ونفس القصه دي متهيألي تنطبق على المسيح برضو، اسلموه حسدا يعني اذوه جسديا. الرب يسوع كان بيعمل ايه؟ كان يقول يصنع خيرا، يشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. العمي يبصرون، العرج يمشون، البرص يظهرون، المساكين يبشرون، الموتى يقومون. روعة. الحاجات دي حلوة، بس الناس ما عجبهمش الحاجة الحلوة في المسيح. عشان كده لما جت الفرصة بقى بيلاطس يقول لهم من تريدون أن أطلق لكم، يسوع ولا برباس؟ برباس. قالوا برباس. ليه كده؟ يقول لك أسلموه حسدا. عشان حلو قوي، عظيم قوي، أزوه. جميل قوي، مش قابلين. الزاوية اللي حضرتك بتتكلم عنها دي مش مفهومة يمكن كتير لناس كتير، أو خصوصا حتى اللي في الكنائس والمجتمع الكنسي. فبالتالي الفكرة المغلوطة أنه في حسد، هل في خطورة بقى أنه يدخل كمان جوه المجتمع الكنسي نفسه؟ لا، هو داخل موجود. مش في خطورة. طبعا هو موجود. والحقيقة الرجوع للكتاب بيريحني قوي، يعني الرجوع للكتاب شيء مطمئن جدا ويخليني أفهم الأمور. يعني سؤالي، هل الحسد في حد ذاته، العين التي تنظر أو الرغبة التي تريد، هل ده في حد ذاته مؤذي؟ لا، مفيش كلام زي كده في الكتاب نهائي، ما حصلش. يبقى هل نظرة العين مؤذية؟ الإجابة لا. هل الرغبة الداخلية للأذى مؤذية؟ برضو الإجابة لا. الحسد المؤذي في القصة إيه؟ المؤذي أن تراكم مشاعر الحسد في كيان حسود مش عايز حد زيه، مش عايز حد أحسن منه. فبتبدأ بغيرة، والغيرة تبقى غيرة مرة، وبعدين تتحول إلى حسد. وهو مش قادر يبقى زي حد، لأنه ما عندوش الإمكانيات أنه يساوي حد زي كده. فعايز الـ 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 الوبال يقع على دماغ الناس كلها. عند بعض الناس ممكن يقودهم للأعمال اللي ممكن تأذي الآخرين، مش أنه عينيه أذي. يعني واحد مثلا متغاظ من واحد وعمال يحسد فيه لأنه في الشغل أحسن منه، يعمل وشاية معينة أو يفجع زم في الشغل علشان يأذيه. وقد يصل إلى الأذى الجسمي. يعني أنت فاكر إخوات يوسف كانوا يعني بيحسدوه. أيوه. ابن أبوه المدلل. أيوه. أسلموه حسدا. حسدا. تخيل. يعني أذوا أخوهم. شوف. أيوه. إزاي. صح. الحسد عمل إيه فيهم. موسى حسدوا موسى في البرية فمرروا روحه. كده بيقول كده. وطبعا الرب يسوع معروف برضو أن الرب يسوع لما أسلموه حسدا. وهكذا. فإذا ممكن يبقى من الناحية دي مؤذي، أو ممكن من الناحية دي مؤذي. لكن ممكن المعتقد الخاطئ نفسه مؤذي. يعني ده بيأذي. في حاجة تاني مؤذية اللي هي إيه؟ يأذي صاحبه. إنه طول الوقت بيأكل في نفسه. بالضبط. يعني في آية افتكر في أمثال 14. حياة الجسد هدوء القلب. القلب الهادي اللي ما بيحسدش اللي ما بيغيرش، هذه دي حياة مستقر كويسة. ونخر العظام الحسد. نخر العظام يعني إيه؟ ده زي شنيور بينخر. فشوف الغيظ بقى ده قاعد عم يغلي على طول. فهو ممكن اللي بيتأذي الحاسد من حالته النفسية اللي فيها. المفهوم الغلط يخلي اللي بيقال عنه انه اتحسد لا يعيش في حياة غير طبيعية. يعني يعيش خايف. خايف يقابل فلان. بالظبط. خايفة فلان تدخل بيتها. خايف ينظر الى كذا. بالك. وهكذا. حاجة التانية هو ده بقى سيطرة الشيطان على الافكار. الحالة المزاجية بتاعته بتتحكم فيها الافكار السلبية اللي بيجيبها الشيطان. الحاجة اللي بعديها هيضطر يعمل اعمال احترازية. بالظبط. فيقول يدور على واحد يعمل له حجاب يحطه تحت باط العيل عشان العيل ما يسكتش. طب ده موجود حتى في وسط الكنيسه في موجود كده؟ في المجتمعات. ما احنا مجتمع، فالمجتمعات القرويه وفيها كنايس. لكن للاسف ده موجود، وده تعامل مباشر مع الشيطان، وده تعامل مع الناس اللي بيتعاملوا مع الشيطان. يجيب حاجه زي كده. بالزبط. طبعا مش مؤثر على المؤمنين، لكن أيوه. بصفه عامه شوف احنا وصل بينا لفين. او يعلق حاجه بقى، عارف اللي يعلق خرز الزرقاء والحاجات دي. حدوه الحصان والكلام. أيوة. يتعلق على البيت، تلاقي على البيت ناس. أيوة. زي كده. يعني قال يبص للبيت يبوظ اللي فيه وهكذا. فالحاجات دي كلها تخلي الناس عايشه مش عايشه حياه طبيعيه. صح. لكن عايشه حياه مليانه بالمخاوف والمعتقدات. واعتقد ده هدف عند الشيطان ان الانسان يعيش خايف. واحده من الوسائل ان الشيطان يعيش الانسان في وهم الافكار الغلط موضوع الحسد. لا يحسدن قلبك الخاطئين.
بل كن في مخافة الرب اليوم كله. طب في آخر نقطة في الموضوع ده يا خصام، إيه الخطوات اللي ممكن يعملها الإنسان علشان يتخلص من القناعات دي، وبرضو الخطوات اللي يعملها الشخص اللي طول الوقت بيحسد ويعني بيأكل في نفسه بسبب الغير، ممكن المشكلة دي تحل عنده إزاي؟ يعني أنا مش عارف هنقولها نفسياً ولا نقولها روحياً، لكن هي لو تحلت روحياً بصراحة هتحل نفسياً. يعني خليني في الجد، يعني إحنا بنتعامل بنقدم مادة للناس اللي عايزين يتعاملوا مع الله أو اللي بيتعاملوا مع الله. صح. الكتاب علمنا، الكتاب المقدس علمنا أن التغيير هو بتغيير طريقة التفكير. تغيروا بتجديد أذهانكم. أيوة. أغير طريقة التفكير، أنا بفكر بطريقة بيفكروا بها الناس، بيفكر بها المجتمع، بس أنا بعد ما أمنت مفروض يبقى عندي منتل ست مختلف. فالفكرة مش جاتني فكرة جديدة، لا أنا بفكر بطريقة تختلف عن الطريقة اللي كنت بفكر فيه بها قبل الإيمان وقبل معرفة الله، وطريقة مختلفة عن اللي بيفكروا بها الناس. عشان كده الكتاب قال لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا، يعني ما فكرش زيهم، ما تحطش في الجانب الفكري زيهم. هم بيفكروا أن العين تحسد، أنا أفهم من الكتاب بقى وده فكر لازم يتثبت عندي مرة واثنين وثلاثة، مفيش حاجة اسمها العين تحسد. أنا محروس حراسة إلى أنتم بقوة الله محروسين. فالضمانات الإلهية والمفهوم الكتابي ده يساعدني على التحرير من هذا الأمر. أما اللي بيحسد لازم يبقى عارف أنه بيعمل خطيئة. الحسد من أعمال الجسد. هل في مؤمنين بيحسدوا؟ آه في مؤمنين بيحسدوا، متغاظين يتمنوا إزالة الخير. مش عايز أقول أكتر من كده، يعني إزالة الشخص بترنم وعارف. يعني ممكن واحد بيرنم ويلاقي واحد بيرنم أحسن منه يتمنى له أي حاجة عشان ما يرنمش ده تاني ويرنم هو. لدرجة أن الرسول بولس في فيليب واحد قال في ناس بتوعظ عن حسد. أيوه. تخيل. أيوه. شو فمش بس في الكنائس ده، حتى في الممارسات الروحية. بس يدل على خيبة روحية، على عدم وجود علاقة صحيحة مع الله، وعدم وجود النفس في مش دريان بالتفاعلات النفسية الغلط اللي موجودة جوه. وده خطية يحتاج توبة واضحة من أعمال الجسد، وخطية في غلطية خمسة من أعمال الجسد يحتاج إلى توبة في العلاقة مع الله، ويحتاج إلى تعامل مع الله أنه يفرمل أفكاري عن الخطية اللي أنا عمال أرتكب فيها. الحسد مش نظرة مؤذية، الحسد مش إن حد يركز مع ابنك فابنك يسخن تاني يوم، أو الحسد إنه حد يبص على حاجة عندك في البيت فتتكسر أو تقع. الحسد بحسب الكتاب المقدس هو إنه حد بيتمنى زوال الحاجة الكويسة اللي عندك، يعني واحد بيغير منك ومن حاجة عندك فيتمنى زوال الحاجة دي. والحسد له أفعال، فيتقال عن المسيح إن أسلموه حسداً، يعني كانوا بيحسدوه متغاظين منه فراحوا سلموه. يتقال كمان عن يوسف إن إخواته باعوه لأنهم كانوا بيحسدوه. ليه؟ لأنه يوسف كان مفضل عند يعقوب، كانوا متغاظين من الحكاية دي علشان كده باعوه ورموه في البير كمان. دي أفعال الحسد. الحسد مؤذي، أيوة، بس الأذية مش بنظرة عين زي ما بنعمل، والأذية مش إني أخاف من فلان أو أخاف من زيارة فلان عندي في البيت، لكن الحسد مؤذي جسديا. علشان كده الكتاب المقدس بيحذرنا من التعامل زي أهل العالم مع أمور قد تكون شيطانية علشان أحمي نفسي من الحسد. في الكتاب المقدس في مزمور 34 وعدد 7 المرنم بيقول كده: ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا هو اللي بيحفظني لو أنا في علاقة حقيقية وحية وقوية معاه. أنا مش بحمي نفسي بأعمال البشر وبأفعال قد تكون شيطانية، لكن ربنا اللي بيحفظني من حسد الناس ومن أعمالهم الشريرة ومن أفعال الحسد اللي قد تكون مؤذية. نتمنى النهاردة تكون الحلقة فرقت معاك في موضوع الحسد. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج زوايا.